غنبداو بواحد لي بينيه بكريم باتيسيير. اييه لي بينيه بلا ما نعطي انايا الكريم باتيسيير اي وحده غتبغى ديرها. دونك هذيك الكريم باتيسيير اللي غادي نوجدوها كم نسمى بالفاني وغنديروهم في دي مول سيليكون. اييه وغادي ندخلوهم للكونجيلاتور يجمدو مزيان. واخا غادي نوجدو واحد الخليط ديال القلي. عندنا فيه 150 غرام ديال الفول. 150 غرام ديال الفول. اييه و 80 غرام ديال النشا. وعندنا فيه فاني وملح ونص خماره وجوج معالق كبار ديال الزيت ومعلقه صغيره ديال سنيده وبيضه و 250 غرام ديال الماء. اييه هاد الخليط هذا كله تنضربوه بواحد الفويض غير ضيايه بيدينا. تنجبدو داك الكريم باتيسيير اللي تتكون مجمده مزيان يعني حرة. اييه نجبدو من لي مول سيليكون. اللي ما عندهاش دي مول سيليكون مثقوبين راه نديوهم دوائر بحال تنصبو سفنجات ولا دي بينيي وتقبهم بالطوابع من الوسط. اييه راه يكونوا ساهلين باش تقبو لهم راه تصاوبوا باش يشوفوهم. وغديري حمام ديال الزيت يكون سخون. تاخدي داك كريم باتيسيير مثلجة وغديريها في ديك الخليط وتهزيها بالفورشيط وتوحيها بالزيت. غادي تقلاو داك الخليط اللي عطيت ديال العجينة غادي تخص يوم الفوق منه. يعني ديك الكريم باتيسيير اللي جمدات كنغطسوها في هاد العجين ياك مباشرة كنقليوها مباشرة بعد القلي تديرها في السقطر ومباشرة ديرها في العسل. يعني كنغطسوها مزيان ولا كان يعني خاصها تاخد داك الخليط مزيان دغيا كيلصق فيها؟ دغيا تيلصق فيها لان هي اصلا متلجة فهمتي هي متلجة غديرها في الطحين غدوريها دو فوا بحال هكا بلا فورشيط وتلجها في السقطر شوية ديال الطحين وديريها في الزيت تقلى من جوج جهات لان غتكون الزيت عايمة عليها غتتقلى دغيا وتلوحيها في العسل. واخا الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. غير هذه نصيحة فيها يعني الناس ممكن يدوها واحد الكمية كبيرة ويخليوها في الكونجيلاتور ولكن يقليو القياس اللي غياكلو. يعني الكريم باتيسيير من بعد ملي غادي تطلع ملي غتبقى تطلق ديك العجينة غادي ترخص. اييه الطريقة ديالو سهل الله يعطيك الصحة. ويذوقوها بحسب الرغبة يعني بالشوكولا بالكريم اللي بغا.